عن الجولة 13، تفضل سيفد. شكرا لك الزميل طه شعبان ولضيفك الجلالي العوافي. بالآخر فريق شبيبة الصاورة 0-0 بين شبيبة الصاورة ووفاق سطيف، وهذه أولى انطلاقة لصالح الوفاق، الانطلاقة من هناك التسديدة ولكن طالح المعاقب وكذلك بطولة مكان عمران، وهذه الانطلاقة لصالح الوفاق، انطلق عمورة، عمورة انطلق دائما يراوغ عمورة يدخل منطقة الجزاء، دائما تبقى الكرة لصالح وفاق، بروان الحراس خضيرية، الكرة من مسعودي وكرة طويلة وبعيدة عن إطار 33 نقطة لسطيفية مقابل 30 نقطة لفائدة لصوريست، من سيفرح بنقاط هذه المباراة؟ الكرة لصالح الشبيبة من هناك من مسعودي، التوزيع أبو نبي بشار، بينما تفوقت شبيبة الصاورة في 4 مواجهات، 3 منها في بشار وواحد في سطيف، وهذه الكرة لصالح الوفاق، الانطلاقة من عمورة، التوزيع من هناك ولا واحد ولا صالح وفاق سطيف، هنا التدخل كان مرة أخرى والالتحام والاحتكاك بمالية شبيبة الصاورة، جحنيت في تنفيذ هذه الكرة من هناك في القائم الأول، وتدخل الدفاع عن طريق قاسم الذي يخرج هذه الكرة، تصبح الكرة سطيفية دائما، دغموم محاولة المراوغة من بيكاكش، الكرة تروح سهلة للحال. سليماني فاروق 21 سنة يلعب مباراته الرابعة، سليماني من هناك مرفوعة في القائم الثاني ولكن تدخل بيكاكش خرات. شوف هنا الصراع كبير بين عمورة وداود محمد، داود محمد من جانب شبيبة الصاورة، دغموم الكرة مقطوعة بالشكل اللازم من هناك من خليف مروان الظاهر الأيسر لشبيبة الصاورة، الانطلاقة من سليماني، محاولة التوزيع، الكرة لصالح الشبيبة دائما في القائم الأول، تروح سهلة للحارس خضيرية. 75% من مجموع نقاطها في الكرة لصالح الوفاق، التسديدة من عمورة ولكن الصورة في منطقة الجزاء، من هناك سليماني يرفعها في القائم الثاني ولكن تدخل الدفاع، تبقى الكرة لصالح الشبيبة، التسديدة أرضية ولكن تدخل الدفاع، الكرة لصالح الشبيبة، ضغط على حامل الكرة من جانب لاعبي وفاق سطيف، الكرة لصالح الوفاق، عمورة يلعبها بينية خطيرة، خطيرة هذه الكرة لصالح الوفاق السلبي. داود في آخر الكرات وآخر المحاولات في هذه المباراة، الكرة لصالح بلال مسعودي، تبقى عنده الكرة، محاولة التسديدة، التسديدة من بلال مسعودي، الصورة عادل بوشيبة في أول كرة ثابتة من هناك لصالح الشبيبة في منطقة الجزاء، التسديدة ولكن يردها المدافع، تبقى الكرة لصالح الشبيبة من هناك على القائم الثاني، الدخول لصالح الشبيبة بنية التسجيل في هذه اللحظة، الكرة الرأسية، الرأسية الشوط الثاني، الكرة الأخيرة والتوزيع من هناك باليمنى من عادل بوشيبة والرأسية، شبيبة أيضا بسعيدي في حراسة المرمى بطوالة، وبعد هذه اللقطة الكرة لصالح شبيبة، الكرة بينية من هنا في منطقة العملية الثنائية ولكن التدخل شبيبة دائما لصالح شبيبة الصورة من هناك على الجهة اليمنى، مسعودي من هناك في منطقة الجزاء، الكرة لصالح شبيبة، خطيرة خطيرة خطيرة، والهدف الأول، والهدف الأول لصالح شبيبة الصاورة، نمبر وان الهدافين يطيح بنمبر وان الحراس في هذه الكرة، مسعودي يطيح بسفيان خضيرية في هذه الكرة، مسعودي ينفلت من الرقابة الفردية والرقابة الدفاعية ويتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة، النتيجة تعنون وتلون بالأصفر لحد الآن، الهدف الأول في المباراة شبيبة الصاورة، قلنا بأنه ثنائية شبيبة الصاورة هنا والكرات البينية، مسعود انطلق من هناك على الجهة اليمنى، حطها له في شباكه، في شباك الحارس خضيرية، مسعودي في أول فرصة حط له هدف هنا في هذه اللقطة، نمبر وان الهدافين يتفوق على نمبر وان الحراس في هذه الكرة، هدف مقابل 0 لصالح شبيبة الصاورة، كرة لصالح وفاق سطيف، التدخل من هناك مقطوعة من سليمان، يلعب على الجهة اليسرى والانطلاقة لصالح شبيبة، كرة بينية لصالح شبيبة الصاورة والانطلاقة، ممكن الثاني، ممكن الثاني، سفيان خضيرية ينقذ هذه الكرة، تصبح الكرة لصالح شبيبة في هذه اللحظات، الكرة لصالح من هناك حمية، التسديدة، التسديدة، سطيف يقطع هذه الكرة، تصبح الكرة لصالح الشبيبة دائما، تمشي الكرة لصالح الشبيبة، عمورة، عمورة يلعبها كرة، ما فيش وضع تسلل، انطلق بقرار، بقرار والسعيدي أسرع، السعيدي قد لا يسعد كثيرا من جانب شبيبة الصورة، الكرة لصالح الوفاق، التسديدة، بهذه النتيجة
الكرة لصالح مسعودي، مسعودي التسديد والمباغتة، الكرة لصالح شبيبة الثورة في منطقة الجزاء. سليماني عنده الكرة دائما، محاولة يلعبها مع الزايدي، دائما الكرة لصالح الشبيبة في منطقة الجزاء. الكرة من هنا في القائمة الثانية، الهدف الثاني لا، الشبيبة دائما على الجهة اليمنى ولكن يرجع دفاع وفاق سطيف. مسعودي انطلق في منطقة العمليات، مسعودي من هناك التوزيع في القائمة الثانية، هدف ثاني. هاي اللقطة الأخيرة، هنا مسعودي توغل السم القاتل في دفاع وفاق سطيف، لعبها بطريقة ممتازة، يا لها من تمريرة. هنا التسديد ما يقول ولا شيء، يطالب بمواصلة اللعب والانطلاق على الجهة اليمنى. مسعودي موجود في كل مكان، مسعودي أمام بيكاكشي أو من أمام مدورة، الكرة لصالح من هناك مسعودي، هو الأول ولكن تدخل الدفاع والانطلاق من هناك. انطلق مسعودي، انطلق مسعودي، زيد في السرعة مسعودي، يواصل مسعودي، راح راح مسعودي، ممكن الثاني، ممكن الثاني لصالح شبيبة الثورة، والثاني يضيع. يا لها من انطلاقة من بلال مسعودي، يا لها من انطلاقة من بلال مسعودي، ويا مسعودي، ويا لها من شبيبة الثورة في هذه اللحظات. الانطلاقة من هناك مرة أخرى، الانطلاقة، محاولة لعب الكرة من هذه المباراة، الكرة من حميدي مرفوعة، خبئ لنا هذه الدقائق شيئا ما في هذه المباراة. الكرة طويلة والسعيدي يلتقط هذه الكرة، دائما الكرة تبقى في أخذ ورد، الحكم ما يقول ولا شيء، والانطلاقة، الانطلاقة من هناك لصالح شبيبة الثورة، انطلق الزايدي، الكرة لصالح شبيبة تسديدة، ولكن الآخر الكرة لصالح وفاق سطيف من قندوسي مرفوعة بالراسية ولكن تروح سهلة. الهدف سجله بلال مسعودي في الدقيقة الرابعة.